انا يعني مش بدي مبرر، لكن هي يعني انا شايف ان كان دوري في المتناول جدا، ما بلومش برضو غير نفسي، فقدنا نقاط كتير قوي، لكن ليها اسباب. مع يعني مع يا راجل ده انت ده يعني طب هاتوا يعني اضحك علينا وهاتوا ابراهيم نور الدين وشوفها كده، اقعدوا يعني دقيقتين ثلاثه. بص ده في كره بتيجي في العارضه الحكم بيحسبها وبعدين الفار بيلغيها، يعني كره اللي دوبك بس بتيجي في العارضه. ما يعني مش عايز اكتر في الكلام يعني، عشان برضو يبقى المذكرات اصلي بتتفهم بشكل مش مظبوط، وبعدين اللي بيراقب ده ويقعد يقول لك خليك في ورقتك راقب ده مع ناس تانية. لا لا لا، مع ناس تانية ما بيبقاش موجود في اللجنه اصلا، يعني ما بيجوش هو ده يعني بيجيب ناس تحقر من بطولاتك وتتفه من بطولاتك، تمام، وبعدين يجي عندنا يقول لك ايه يعني خليك في ورقتك، يعني ايه؟ اما انت والتاني يقول لي انا يعني انا بعتب عليك جامد جدا في تصريح ولا اتنين، تمام يا عم، انت بعتب على نفسك يعني، لو انت شايف ان انا كلامي يعني في حاجه يعني مش مظبوط، طب انت مع الاخرين ايه ما بتعتبش عليهم ليه يعني؟ طيب بس عشان بس الواحد ما ينفعلش بشكل وحش، يعني احنا غلطانين جدا يعني في مباريات كتير قوي. النهارده كان لينا جول ممكن يفتح الجيم في وقت انت بتحتاجه، يعني ما فيش قدره الشوط الثاني ان انت تسجل، لكن طبعا يعني في حسابات هتتراجع بشكل اكيد يعني، وفي حاجات هتتعدل اكيد يعني.